حياكم الله مشاهدينا من جديد. ويستمر جسر المساعدات الإغاثية اللي تقدمها دولة الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة، واللي يتعرضون لعدوان مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كالعادة دولة الكويت دائما تمدد العون والمساعدة لكل من يحتاج لها في أي مكان، فما بالنا إذا كان من يطلب الفزعة هذه المرة هم أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة. نسأل الله أن تنتهي هذه المأساة عاجلا غير آجل. اللهم آمين. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي من قاعدة عبد الله المبارك الجوية. بعد التحية صباح الخير، لو تطلعنا على جديد الجسر الجوي الكويتي المستمر لإغاثة الأشقاء في غزة. صباح الخير نورة، وصباح الخير نجيب، وصباح الخير كل ما يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلتي، احنا متواجدين معكم من قاعدة عبد الله المبارك الجوية، وذلك لتغطية التغطية المباشرة اليومية أو شبه اليومية لطائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي والإنساني والخيري إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. حول تفاصيل رحلة اليوم وهي الرحلة رقم 37، معنا الآن الدكتور نبيل العون رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. دكتور نبيل صباح الخير، شكرا لك على تلبيتك الدعوة هذه. بعد قليل الطائرة سوف تقلع إلى مطار العريش المصري، تفاصيل حول هذه الرحلة. أول شيء أخي نواف صبح عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى أخواني وأخواتي المشاهدين. طبعا بفضل الله تعالى اليوم ينطلق الجسر الجوي رقم 37 من قاعدة عبد الله المبارك الجوية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وشراكة جديدة مع أخواننا في جمعية آيات الخيرية. حقيقة تحتوي هذه الشحنة على 3 سيارات إسعاف بالإضافة إلى خيام وبطانيات وسليباقات ومواد غذائية بالإضافة إلى الملابس. بإذن الله تعالى سوف تنطلق إلى مطار العريش، وتم التنسيق مع أخواننا في وزارة الخارجية وكذلك الهلال الأحمر المصري، وبإذن الله تعالى سوف تدخل قريبا جدا، لأن تم التنسيق من قبل 3 أيام. راح فريق متكامل إلى مستودعات العريش ورتبنا ونسقنا كل شيء. إن شاء الله خلال يومين تدش هذه المساعدات داخل غزة ويستلمها الهلال الأحمر الفلسطيني وتوزع حق إخواننا داخل غزة. دكتور نبيل، بالنسبة للرحلات القادمة إن شاء الله عندنا رحلة بكرة إن شاء الله رقم 38، وإن شاء الله كذلك مستمرين بإذن الله تعالى، والحاجة كبيرة جدا. قاعد ننسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وعندنا بالمستودعات، وإن شاء الله راح تكون مساعدات نوعية بإذن الله تعالى. دكتور نبيل، بالنسبة للتنسيق هناك في مطار العريش، كيف يتم التنسيق بعد وصول الطائرة إن شاء الله؟ رتبنا مع أخواننا في الهلال الأحمر المصري وكذلك رتبنا مع أخواننا في الهلال الأحمر بالمستودعات، وأعطونا وعد إن شاء الله أن جميع مساعدات أهل الكويت سواء السلام، الهيئة الكويتية للإغاثة، الهلال الأحمر، كلها راح تدش في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. طبعا نصها دشت والباقي إن شاء الله راح يدش على فترات إن شاء الله، ومستمرين وقاعدين نوثق بالصوت والصورة دخولها واستلامها في الداخل إن شاء الله. دكتور نبيل كل الشكر لك ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. يمكن مثل ما تفضل الدكتور نبيل العون رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حول تفاصيل رحلة اليوم، وهي المساعدات 40 طن كما تفضل، 3 سيارات إسعاف، عشرات حقيقة من الخيام وأيضا المواد الإغاثية والغذائية. الطائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية C-17 سوف تقلع بعد قليل إلى مطار العريش المصري بإذن الله. بإذن تعالى. شكرا لك الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، وشكرا لضيفك الكريم.